انطلقت أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 بعد افتتاحه رسميا أمس. للمزيد حول الفعاليات معنا من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، يعني هل يعني تضعنا في تفاصيل المعرض من حيث الأجنحة وعدد المشاركين وأهم الفعاليات المزمع عقدها خلال المعرض؟ تحياتي لك ولكل متابعينا مع انطلاق أول أيام الأنشطة والفعاليات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. نتحدث عن فعاليات انطلقت اليوم بين ندوات وأيضا العديد من التوقيعات للكتب وأيضا للناشرين. تحدثنا في البداية عن الندوة الأولى التي انطلقت اليوم، وهي يعني تحمل عنوان عن منهجية الأديب الكبير عميد الأدب العربي طه حسين، ثم تلتها ندوة أخرى تحدثت عن الشاعر الكبير صلاح جهيم. وأيضا تستمر هذه الفعاليات على مدار اليوم. ولو تحدثنا عن هذه الدورة التي أتت بعنوان كبير على اسم مصر للحفاظ على الهوية الثقافية المصرية والعربية، وأيضا يشارك بها أكثر من 1000 ناشر مصري وعربي بالعديد والعديد من القاعات. ونتحدث أيضا على مدار أيام هذه الدورة التي انطلقت في 25 من يناير وتستمر حتى 6 فبراير في قرابة 500 فعالية على مدار هذه الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب. وأيضا لو تحدثنا عن ضيف شرف هذه الدورة، المملكة الأردنية الهاشمية التي تشارك بأكثر من 80 كاتب وناشر أيضا في 7 قاعات وأكثر من 27 فعالية خلال هذه الدورة، التي أيضا جاءت بها شخصية هذه الدورة بالنسبة لشخصية العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو الشاعر الكبير صلاح جهين. أما عن الشخصية الأخرى في معرض الأطفال أو معرض الطفل، وهو الكاتب الكبير كامل كيلاني. هذه الدورة المهمة والاستثنائية التي ينتظرها جميع القراء وأيضا الناشرون وجميع الكتاب للمشاركة بها. تستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتها 54 حتى 6 من الشهر المقبل. عودة لكم مرة أخرى. أشكرك جزيل الشكر مراسل التلفزيون المصري رامي محمد، كنت معنا من معرض القاهرة الدولي للكتاب.